الأستاذ جوني، هل بدك نبدأ عن العقد السنية بلكي نتركها للمحور الجاي مع أرقامها؟ هل عندك أرقام حول الانتخابات في طرابلس بشمال بشكل عام، و نحكي بكل لبنان؟ نحكي بكل لبنان بشكل بس عام. أنا حبلش من محل كان بيحكي الدكتور علوش. تفضل. بيحكون عن إنجازات إنه والله صار في انتخابات، ما هو واجب الدولة يكون في انتخابات، إنه هذا شيء بديهي. إنجازات إذا في كهرباء، ما هذا واجب الدولة يكون في كهرباء. هلا بيحكون عن قانون انتخابات، حنبلش لك بقانون الانتخابات والعقد السنيه. منبلش من البقاع الشمالي. عنا النائب، مع كل الاحترام، بس عم نحكي نحن ارقام، ما قصد يعني ما بيجي على اشخاص، عم نحكي على ارقام. عنا النائب وليد سكري اخذ بالانتخابات 6916 صوت. من هال 6916 صوت هو لقله منهم 1053 صوت سني. بينما النائب بكر الحجيري اخذ تقريبا 5600 صوت، 5994، من بيناتهم 5823. عندنا المرشح حسن صالح اخذ 4974، بيناتهم 4800 صوت سني، يعني اثنيناتهم. عم نحكي عن دائره بعلبك الهرمي بقاع شمالي. طيب بنيجي على العرقوب. عندنا النائب قاسم هاشم، هدول اللي عم نحكي عن العقدة السنية واللي هن بيعتبروا انه لازم يتمثلوا دائرة مرجع عيون حصبية. صح. النائب قاسم هاشم اخذ 6012 صوت، من بيناتهم 2182 صوت سني. عماد الخطيب سقط، اخذ 8549 صوت، من بيناتهم 7597 صوت سني. هذا بيقول لك اول شيء شو القانون اللي عندنا اياه، قديش اللي مبسوطين فيه هالقانون، قديش ظالم هالقانون، لانه شفت الفرق قد كبير. هذا واحد. اثنين، اذا بنجمع كل الاصوات السنيه اللي تسمى المعارضه السنيه، ما بعرف مين قال انه 45%. اذا رجعوا نزلوا اليوم لل 35، اليوم مبين الرقم مختلف. 8.7 8.5. بس لحظه، مثلا حنحكي عن دائره طرابلس اللي هي دائرته للدكتور علوش. في عندنا 3120 صوت من اخواننا الشيعة بطرابلس. طب ما لهم صندوق، هدول انتخبوا واجوا بالبوستات. برايك انتخبوا شي تيار المستقبل؟ اكيد لا. وين صبوا استاذ جوني؟ وين ما بدك، بس مش عن التيار المستقبل، اكيد صبوا بالجهه الثانيه. نعم. وهذا اللي بدي اقول لك اياه، انه حتى ما بيطلعوا 8.5%، اقل بكثير من 8.5، بس نحن عم نحكي 8.5 لانه هيدول ارقام الرسميه. في عندك كثير صناديق مشتركه بين اخواننا العلويه كمان بطرابلس والصناديق السنيه، بتنزل هذا صندوق سني، بتقدر تعرف هين كثير ينعرف، بتقدر تعرف من الفرق. اذا بدك بكره بنعمل حلقه كامله على كل صندوق بصندوق، بتعرف كيف الفرق وكيف بتروح الاصوات، يعني ما معقول بنفس المدرسه عندك اربع صناديق لنفترض التيار المستقبل اخذ فيهم 70%، وصندوق الاخير اخذ 20% والخصم 80%. ليش كلهم هون؟ واضح يعني البلوكات، عم تحكي عن البلوكات. البلوكات اللي بتيجي من برا، يعني عندك بلوكات اللي بتيجي من المجنسين اللي بيجوا من برا، وعندك البلوكات اللي انت ما بتعرفهم، اللي هو مثل ما حكينا هلا مثلا ما في عندنا صندوق بطرابلس لاخواننا الشيعة، بس في 3000 صوت شيعي، اعتبر اجى نصهم، هيدو 1500 صوت 1600 صوت. هيدا عم يعتبروهم من اصوات السنه اللي هن الست السنه. مع العلم انه اعطيتك انا نسبه ارقام، يعني حتى مين ما بيخطر على بالك، الوزير فيصل كرامي اخذ 6526، مشان نعطي الرقم المضبوط، 64 صوت سني. ال 6564 صوت انا عم بعتبرهم كلهم سنه، من اصل 80,000 ما بيطلعوا 7%. بمعنى ثاني الاصوات، او 7 وشوي وكسور، بمعنى ثاني اذا بتجمع كل شيء ما عندك هالرقم الكبير اللي عم يحكوا عليه.
ال 35% بالذات ارقام بهالبلد وخلص ما حدا بيقول لك شو عم تعمل وما في متابعه. فلذلك اقتضى انه توضع الامور بالارقام يعني ارقام كثير دقيقه وسليمه، فوصلنا لهيدا الرقم اللي هن انه بيمثلوا اقل من 9% على مستوى سنه لبنان اذا احتسبنا الاصوات التفضيليه. ايه واحتسبناهم مثل ما حكينا، بدك تعتبر اذا كل اللي صوتوا هدول هن سنه وهو منه مزبوط الحديث. اعطيتك امثله انا كيف بتصير في صناديق مشتركه، يعني مفهوم هذا هو الحق.